إذا مشاهدينا الأوفياء مشاهدي قطر ونسيس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر آخر. عدنا لكم بث مباشر آخر دائما في إطار حملة الواسعة التي تشنها السلطات من أجل الحد من استغلال الملك العمومي. لا زلنا مع الحملات المتواصلة في مدينة الدار البيضاء. معنا يعني هذا المكان اللي هنايا كان الكل مستغل في هذا المكان. هنا كان داير دار ديالو، منزل كان في هذا المكان. لا حول ولا قوة الا بالله، ولكن برافو رجال السلطة. معلش حشرات عماد، يعني كنشوفوا مشاهدينا الاوفياء طوبات كلشي الكل. يعني هذا المكان صراحة الدجاج اللي كان دايروا في هذا المكان هذا، ولكن برافو رجال السلطة مع الحملات الشرسة اللي كاينة من أجل تحرير الملك العمومي. يتم تحرير هذا المكان هذا اللي كان عبارة عن جردة كيف كنقولوا، كان مستغل فيه هذا المكان هذا ودير محل السكن. تم إزالة الكل، سيتم تنظيف هذا المكان هذا، ونتمنوا من السلطات بأنهم تكون مراقبة صارمة على هذا المكان، لأنه بالقرب من الملحق الإداري. تكون مراقبة صارمة على هذا المحل، على هذا المكان هذا، لأنه شارع رئيسي مشاهدينا الأوفياء. حشرات كثرة، يعني حشرات كثرة في هذا المكان. شاهدوا معنا مشاهدينا الاوفياء اللي التحقوا بنا، شوفوا هذا المكان هذا، حملة شرسة بمدينة الدار البيضاء منطقة السلام جوج. هذه المرة مباشر ثاني في هذا اليوم الاثنين، الحملات مستمرة بمدينة الدار البيضاء، هذه المرة بمنطقة السلام جوج. كي كتشاهدوا معنا مشاهدينا حملة شرسة لتحرير الملك العمومي. هذا السيد هذا كان مستغل هذه الجردة، هذه كان فيها الدجاج، فيها محل سكن، لا محل سكن. عندنا فيديو يوثق بأنه محل سكن ناموسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مازال الحملة مستمرة تنظيف هذا المكان هذا، لأن هذا المكان هذا خصو يولي، خص هذا المكان هذا بأنه يولي نقي. هذا المكان اللي كنشوفوا لهنا صراحة الشارع شارع رئيسي، شارع لأنه شارع رئيسي، جا في شارع رئيسي مشروع السلام جوج. صراحة هذا المكان كان مستغل من طرف أحد الأشخاص اللي كان داير فيه الدجاج، فيه بزاف كتشاهدوا معايا. حنا كنوريكم الصورة، الدجاج ولادها في زاد معاها، يعني كانت مستغل. كان حتى هنايا محل للسكن كنديروا هنايا، عندنا شريط فيديو اللي قدرنا في البث، هذا البث يعني شريط فيديو عندنا كيوثق بانه كان محل سكن هنايا. برافو رجال السلطة المحلية والسلطات على رأسهم السادة قياد المنطقة، يعني ورجال السلطة كذلك حاضرين بالدور ديالهم في هذا المكان هذا. يعني إلا كنا كنقولوا لكم الحشرات، بمعنى الحشرات يعني راه موجودين في هذا المكان. يعني ما كاينش شي حاجه قانونيه اللي غيستغل هذا المكان هذا، الكلاب هنا، الدجاج، كل شيء كاين.
شوف يعني التنظيف ديال هذا المكان هذا كيتم التنظيف ديالو. مشاهدينا الاوفياء كي كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاوفياء مشاهدي كاترونسيس كتشاهدوا معنا مشاهدينا شوفوا يعني ولات عندنا زريبه هنايا صراحه حاضره والله العالم القراوي عندنا صراحه هادشي كيألم المدرب خاطر شفنا حشرات شفنا كل شيء كلاب شوف هو كلبو هو جيب كلبو لا حول ولا قوة إلا بالله إذن مشاهدينا الأوفياء أنتم على المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء حملة تحرير مكان أبي خلع احنا واقفين راهي راه مشات احنا واقفين والحشرات طوبات في هذا المكان هذا الغريب في الامر بالناس واش كيفاش عايشين هاد الناس اللي كانوا هنايا دول اللي باقي الغريب في الامر من غادي تحيد هذاك المكان الامان ديالنا دابا يعني كي خرجوا راه غيخرج طوبات كاملين كيفاش هاد الناس هادو اللي قراب لهاد السكن شو ما كيطلعوش لهم طوبات ديورهم شو سرق الزيت شو يعني مش كيقدروا يهضروا على اساس هنايا السيد كان داير سكن يعني عشت شو الحشرات شو سرق الزيت شو يعني اي مخالف خاصك تاخذ ضد الاجراء القانوني ماشي شي قربوا لك يسرقوا يعني الحشرات كل شيء تواجد حتى من سرق الزيت حتى هو تواجد غادي شوف يعني هذا المكان بعد ما غيتم التنظيف ديالو غتخرج شي حاجه اللي ما غاديش حنا كنتسناو ولكن غتخرج شي حاجه اللي شي حاجه اخرى هاي شوف طوب شوف طوب
الجردان احتاج تكون الصرامه على كل شيء، على كل شيء، ماشي القانون يطبق على واحد ولا على جوج. راه مقبلين على مونديال، خصنا نلقاو الحاجه تقاد تنظيم مونديال، يعني خصنا نطبقوا القانون يكون على عموم، يعني اذا كان القانون كيطبق خاصو يطبق على الكل، هذا هو المفهوم ديال الجديه والصرامه اللي عطاه جلالة الملك نصره الله في الخطاب ديالو، ماشي نقزو واحد ونخليو واحد، لا القانون